بسم الله الرحمن الرحيم، ومساء الخير عليكم وأهلا بيكم ولقاء جديد من روبوتاك المرحلة الأولى. قطار روبوتاك للقاءات اللايف قرب يوصل لمحطته الأخيرة، وبعد كده إن شاء الله نعمل الاختبارات بتاعتنا، وبعد كده نبتدي بقى قطار جديد اللي هو قطار المعسكرات العملية، اللي هو إن شاء الله هيبتدي من محافظة أسوان، وبعد كده تدريجيا هتيجي بقية المحافظات. أتمنى إن لقاءاتنا كانت ممتعة بالنسبة لنا، وإن إحنا اتعلمنا حاجات كتيرة، وإن شاء الله بنواصل التعلم بتاعنا لحد ما نصل للهدف المنشود. الحقيقة إحنا لما ابتدينا في روبوتاك اتكلمنا في موضوعات مختلفة، اتكلمنا عن إزاي أقدر أحل مشكلات، وبعد كده اتكلمنا إزاي إن أنا أقدر أبرمج، وبعد كده بقينا نتناقش في الروبوتات، وبقت الموضوعات بقت كل واحد وواحدة فينا بقى بيحاول إن إيه يقدر الحاجات اللي إحنا اتكلمنا فيها إنه يطبقها وإنه يشتغل عليها. وعلى حسب بقى السن كان أحيانا في حاجات بتختلف، وأحيانا إن إيه المعلومة بتبقى واحدة للكل. وطبعا زي ما اتفقنا إن إحنا كنا دايما بنشتغل للمرحلة السنية لغاية 13 سنة، كنا بنتكلم على إننا بنشتغل بالسكراتش، وبعد كده استخدمنا الام بلوك او سكراتش فور اردوينو، وبالمرحله السنيه الاكبر من 14 ل 17 سنه اتكلمنا اننا بنبرمج بلغه السي، واتكلمنا في لقاء سابق ان مفيش فرق بين البرمجه بلغه السي او بلغه السكراتش او ان انا استخدم بلوكس. وبناء عليه اوضحنا في اللقاء اللي فات ان احنا نفس الحاجه اللي موجوده في السكراتش او البلوكس ام بلوكس موجوده في الايه في السي، مع الفارق ان انا في السي بقى ايه بكتب تكست. النهارده هنتكلم في حاجه جديده خالص، موضوع تاني. الموضوع المره دي يمكن كان في تساؤلات، طب انا ما عنديش المكونات بتاعه الروبوت دلوقتي، عايز ابتدي اجرب. طب انا حتى لو عندي مكونات روبوت واحد، طب انا ما اقدرش اجرب روبوتات تانية. والحقيقة احنا كنا منتظرين لغاية ما نقطع شوط كويس في المرحلة بتاعتنا، ونبتدي نناقش هذا الموضوع وإيه الحلول اللي أنا ممكن أعملها. في الأول احنا عايزين نشرح معنى كلمة simulation. simulation لو أنت خدتها باللغة العربية، سيموليشن بتعني محاكاة، أو إن أنا كأن إيه بعمل حاجة، بس هي إيه مش الحاجة الأساسية أو مش الحاجة الحقيقية، ولكن أنا بعملها بالظبط كما لو كانت إيه الحاجة الحقيقية. طيب إيه بقى اللي هيعود علينا بالسيموليشن لما نستخدمه في موضوع الروبوتات؟ أول حاجة لو استخدمنا موضوع السيموليشن في الروبوتات، إن أنا مش لازم يبقى عندي كل مكونات الروبوت موجودة عندي عشان اقدر اجرب واتعلم. الحاجه الثانيه ان انا هيبقى سهل بالنسبه لي ان انا اتواصل مع الغير، يعني مثلا لو انا ليا زميل او زميله وعايز اساله او اسالها في حاجه، التوصيله بتاعتي فيها مشكله ولا الكود فيه مشكله، فاحيانا السؤال طب انا عايزين نشوف نتاكد ان الحاجه دي متوصله صح الاول ولا لا. علشان كده موضوع السيميوليشن هيساعدنا اننا نعمل التوصيلات بتاعتنا الاول على الكمبيوتر، وبعد كده ايه نحط الكود بتاعنا ونجرب، حتى لو حصل خطأ ولا حاجة هو ده سيميوليشن، مش هيأثر في حاجة. ما فيش مثلا لا قدر الله في دامج هتحصل او في حاجة هتحصل. علشان كده ناس كتيرة بتبتدي بتجرب الاول على السيميوليتور، وبعد كده بتبتدي تشتغل ايه فعليا على الحاجه اللي هي ايه عايزه تعملها. طيب بالنسبه بقى للاردوينو والحاجات الخاصه بيه، هل في سيموليتورز خاصه بالاردوينو؟ الحقيقه ايوه،
فيه وفي اكتر من سيموليتور، لكن السيموليتور اللي احنا هنتكلم عليه النهارده وهنشوف طريقه شغله ازاي هو الحقيقه سيموليتور متميز جدا من شركه عالميه اسمها اوتو ديسك، وميزته الحقيقه ان هو مجاني، وميزته برضو ان هو اونلاين، يعني انا مش محتاج ان انا انزل بقى الايه البرنامج السيموليشن على الجهاز بتاعي، لا ده انا بشتغل عليه اونلاين من ويب سايت اللي خاص بيه، واقدر اشتغل عليه واقدر ايه امر بالمراحل المختلفه ان انا اصمم الايه الدائره الالكترونيه بتاعتي او الروبوت بتاعي، يعني نمر بايه بمراحل كتيره فيها. مهم برضو ان انا لما هتعلم ازاي الحاجه دي هعملها، الحقيقه دي وسيله من وسائل التصميم، والبرنامج مش بس معمول عشان يعمل سيموليشن او يعمل تصميم للاردوينو، لا معمول كمان لحاجات تانية، فنقدر نجرب برضو ان ايه اننا نقدر نعمل سيموليشن لموضوعات اخرى قد تكون ان احنا بالنسبه لنا ايه مهمه برضو. يبقى اذا النهارده اللقاء بتاعنا هيكون على موضوع السيموليشن بالنسبه ل الاردوينو، البرنامج او الويب سايت اللي انا هشتغل عليه او السيميليتور هو اسمه تينكر كاد، يعني انا لو كتبت كده تينكر كاد وبعمل سيرش هتلاقي ان النتيجه زي ما هي طالعه كده على الشاشه عندنا، هتلاقي ان اول لينك طلع عندي فوق اللي هو ايه تينكر كاد. لو انا ضغطت على الرابط ده هيبتدي يخش بيا ايه للموقع الخاص بتينكر كاد. في البدايه الموقع زيه زي اي موقع، في عندنا الشاشه الرئيسيه للموقع، والشاشه دي بتبين لنا مجموعه حاجات. اول حاجه من اليمين فوق ان انا لو كتب مكتوب join now وساين ان وتيتش وليرن وبلوج وجالري. يا ريت لو حد شغال على الكمبيوتر عشان برضو يتابع معانا يكتب بس ايه tinkercad.com ويخش على الموقع، هيظهر له الايه الشاشه اللي احنا ايه بنتكلم عليها دي. يبقى في الاول مره لان انا ما عنديش حساب على tinkercad يبقى انا بعمل ايه join now، يعني على اليمين فوق وادوس ايه كليك بالايه يمين يبتدي يطلع لي ايه مجموعه الايه الاختيارات دي. في ناس بيبقى موجودين في مدرسه، المدرسه دي بتشتغل بالايه بالتينكر كاد، فممكن يشتغل ان اللي بيدرس يقدر يخش من هنا عشان يقدر يحط دروس للطلبه بتوعه، وهنا ممكن تخش كطالب انك تجوين الايه الكلاس، لكن احنا الحقيقه هناخد اللي هو الاختيار الثالث اللي هو كرييت بيرسونال ايه اكونت اللي انا ايه بشاور عليه ده. لو دوست ايه كليك يمين هيطلع لي اكتر طريق اكتر من طريقه ان انا ايه ادخل بيها. انت ممكن تساين اب او تسجل او تسجلي بطريق الايميل، وممكن تسجل عن طريق الجوجل اكونت بتاعك، او ممكن تسجل بالابل. يعني احنا زي ما اتفقنا ان احنا كلنا عندنا جوجل اكونت، فانت لو عملت ساين ان بجوجل اكونت ده هيخليك ايه تسجل بالجوجل اكونت. الحقيقه انا مسجل في تينكر كاد، فالخطوه دي ايه مش محتاج ان انا اعملها، لكن احنا هنا ساين ان وذ ايه جوجل هيدخلك بايه بجوجل، ودي مره واحده بس ومش ايه مش هيكررها ايه تاني. هنا بقى تحت بيقول لك انت اذا كان عندك فعلا حساب عندهم ايه بيطلب منك انك تعمل ايه ساين ان، وبعد كده ايه بيقول لك بقى الايه هتساين ان بايه، هتقول له مثلا انا بجوجل مثلا، فدخلت بجوجل دلوقتي هننتظر طبعا لغايه ما ايه ما يتأكد من الرقم من التسجيل بتاعي عن طريق جوجل اكاونت ايه بتاعي، وبيديك ايه هنا
دليل ان هو لسه ايه شغال. طيب دي الصوره بقى اللي هتطلع لنا ونشتغل عليها. يا ريت ناخد بالنا من حاجه، ان هنا هو مختار 3D ديزاينز، هنا دي كلها حاجات ممكن تعمل لها ايه 3D ديزاينز، وممكن تتعامل معاها وتحركها وتعمل لها انعكاس ب 90 درجه او اي درجه من الدرجات وهكذا. لكن احنا الحقيقه اللي احنا عايزينه اللي هو ايه سيركتس. ولما انت بتشتغل على التينكر كاد وطلبت السيركت، بيجيب لك الحاجات اللي انت عملتها قبل كده. يعني مثلا ده انا كنت من شويه كده كنت شغال، دي اخر حاجه انا ايه اشتغلت عليها عشان اقدر ان انا لو في اي وقت تاني اكمل ايه شغلي عليها. لكن احنا بالنسبه لنا ده مش هيبقى ايه موجود. يعني انا بس بوريك اللي هو ايه الحاجه اللي انا كنت شغال عليها. فانت هتعمل ايه create new circuit. يبقى انت بتعمل ايه سيركت من اول وجديد. المقصود بسيركت هنا الكترونيك سيركت او ايه دايره الكترونيه. طيب هنا بقى هتلاقي ان على اليمين ان انت ممكن تختار من انواع ايه كتيره. احنا هنختار من اردوينو. يعني انا لو دوست هنا على اليمين هيجيب ايه بقى؟ هيجيب لي حاجات خاصة بالاردوينو هو عاملها في الاول عنده بالكود بتاعها بالتوصيلات بتاعتها. يعني في شايف الانواع قد ايه؟ ممكن تختار اي واحدة من دول وتشتغل عليها. اللي احنا هنعمله ايه؟ هناخد مثلا بلينك. لو انا دوست عملت كليك يمين عليه وفضلت دايس ومشيت ناحية الشمال، الصورة هتيجي فين؟ هتيجي عندي وايه اقدر اشوف بقى بالظبط الدايره اللي هو عاملها فيها ايه. زي ما احنا شايفين الدايره بتاعتنا دي فيها ايه، فيها الاردوينو اونو زي ما هو مكتوب هنا، نفس الاردوينو كيت اللي احنا ايه متعودين عليه. وهنا هتلاقي في ريزيستنس او مقاومه ومتوصله ايه بليد. خد بالك ان الليد دلوقتي ده لونه ايه، لونه احمر. لو انا جيت هنا وقلت بدل ما يبقى لونه احمر اخليه اورنج، هيحصل ايه؟ هيبقى هو ايه، هيبقى اورنج. اوكي، يعني اللون اللي انت هتحتاجه عايز تشتغل بيه بلو مثلا هيبقى ايه بلو. كويس. الدايره دي اللي هي بيسموها في البروجرامنج او البرمجه اول حاجه بنعمل بيها حاجه اسمها هالو وورلد. دي الهالو وورلد بتاعت ايه الاردوينو، ان انت بتوصل ليد والليد ده بايه بينور ويطفي ايه حسب انت في الكود بتاعك عامل ايه. طيب خلينا كده نبص على كلمه كود اللي فوق. هنا الكود بقى في ميزه، هنا مطلع لك الكود كايه كبلوكس. انت لو بصيت البلوكس اللي هنا دي هي ايه الكود، وهنا دي الاختيارات زي اللي كانت الموجوده في الام بلوكس وموجوده في السكراتش فور اردوينو وموجوده في سكراتش. يعني انت مثلا لو دوست على انبوت هنا هيطلع لك الاختيارات الخاصه بالايه بالانبوت. لو كنترول مثلا باللون الاصفر هيطلع لك الحاجات الخاصه بالكنترول، حاجات خاصه بالماث مثلا، حاجات الخاصه ايه بالماث الفاريبلز وهكذا. يبقى اذا ايه، يبقى البلوكس اللي انت بتختارها بتحددها من ايه، من على الشمال. ده البلوك اللي احنا او البلوكس اللي موجوده على الايه، على السيركت اللي موجوده دي او على الاردوينو اللي متوصل بريزيستنس او بمقاومه بايه وبليد. طيب افرض بقى ان انا عايز اعرف الكود ده، مش عايزه على شكل بلوكس بس، عايز اشوف ان هو شكله بلوكس بالاضافه ان في السي موجود ازاي. في اختيار فوق هنا لو دوست كليك يمين وقلت بلوكس زائد تكست، بيطلع لك هنا ايه، بيطلع لك ادي البلوكس بتاعتك اللي هي زي الام بلوك،
وهنا بيطلع لك الكود بلغه الايه؟ السي. زي ما احنا اتفقنا ان الاردوينو بيشتغل عن طريق ايه؟ السيت اب، وعن طريق الايه؟ اللوب. السيت اب بيتنفذ مره واحده، واللوب ده بيفضل شغال ايه؟ على طول داخل الايه؟ اللوب دي بيتنفذ الايه؟ الاوامر. لو انت بصيت بقى، عايز تقارن بالبلوكس بالكود، هتلاقي هنا مثلا البلت ان ليد اداله ايه؟ هنا هاي، اللي هو هنا ايه؟ هاي. الديلي هنا ب 1000 مللي سكند، هنا ب 1 سكند. الايه هنا بقى؟ الليد بقى لو، اللي هو الجزء ده هنا بقى ايه؟ بقى لو. وهنا ادي الديلي ب 1000، وهنا الديلي ب 1 ايه؟ سكند. يبقى انا عندي امكانيه ان انا اقدر اشوف الكود بتاعي يا اما على شكل بلوكس، يا اما على شكل بلوكس زائد تكست، او على شكل ايه؟ تكست. حسب بقى الاختيار اللي انت ايه؟ اللي انت عايزه واللي انت عايزاه. انا بختار ايه؟ من الجزء اللي هو على الشمال فوق ده، اللي انا مشاور عليه، اللي هو بلوك. يبقى هنا ايه؟ بختار البلوك بتاعي من الكود، او بختار تكست، او بختار ايه؟ بلوك زائد ايه؟ زائد تكست. طيب لغايه دلوقتي، طيب احنا ما عملناش حاجه. طبعا انت لو انت عملت كده، دوست على البلوك بيطلع لك، لو انت دوست عليه تاني ايه؟ الويندو دي بتختفي وبيطلع لك الشكل اللي موجود. طيب انا عايز بقى دلوقتي اجرب الحاجه اللي انا عملتها دي. الحاجه اللي انا عملتها دي هجربها ازاي؟ هنا هتلاقي فوق حاجه اسمها ستارت سيميوليشن. ستارت سيميوليشن يعني ايه؟ يعني اعمل لي محاكاه كان ده اردوينو، والاردوينو ايه؟ الكود ده موجود، وانا عملت له ايه؟ ابلودد على الاردوينو ويشغله. لو دوست ستارت سيميوليشن هتلاقي اكتر من ملاحظه. اول ملاحظه ان اللون هنا بيتغير، بيبقى لونه اخضر. خد بالك هنا بقى بيحصل ايه؟ السكتش اللي محطوط على الاردوينو هنا بيخلي الليد دي تنور وتطفي ايه؟ ودايما في ديلي 1 سكند، وزي ما انت شايف كده هو بينور ويطفي. خد بالك ان انت دلوقتي مش هتقدر تعمل اي حاجه الا اذا عملت ستوب سيميوليشن الاول. انت عملت ستوب سيميوليشن دلوقتي اهو، لو رحت ناحيه ستوب سيميوليشن ودوست عليه بالكي اليمين، يبقى انا ايه؟ هو كده دلوقتي بطل ايه؟ ينور ويطفي الليد، وبناء عليه تقدر دلوقتي انك ايه؟ تعمل الحاجه اللي انت عايزها. في شويه نقط كده عايزين نتكلم عليها، لان دي اللي هتساعدنا في ايه؟ في ازاي ان انا اوصل التوصيلات على السيميوليشن. الحاجه اللي انا عايز احركها بروح عليها بالسهم كده، وبضغط الكليك يمين، وبحرك ناحيه اليمين او الشمال زي ما انا عايز، زي ما انا عامل كده. يعني انا دلوقتي ادي السهم بعيد اهو، ما بيعملش ايه؟ بيحرك الايه؟ كل الايه؟ السيركت نفسها. عايز احرك بس الاردوينو كت، بروح على الاردوينو كده وبدوس وببتدي ايه؟ احرك القطعتين التانيين ايه؟ ثابتين زي ما هم. طيب لو انا جيت عملت كليك مثلا على الليد، يبقى انا اقدر اغير مثلا، بدل ما اخلي لونه بلو يعني ازرق، اخلي لونه ايه؟ يلو مثلا يبقى اصفر، او اخليه جرين يبقى اخضر. تمام. طيب بالنسبه للريزيستنس او المقاومه اهي، انا حاطط قيمتها كام؟ 220 ايه؟ اوم. عندنا طبعا هنا في كلها دي مضاعفات للايه؟ للوحده اللي هي ايه؟ اللي اسمها اوم. يعني ايه؟ الكيلو اوم يعني 1000 اوم، الميجا يعني مليون، والجيجا يعني ايه؟ مليار، ومعكوسهم اللي هو ايه؟ الناحيه الثانيه. يبقى يهمنا ان انا ايه؟ ان انا لما الريزيستنس دي او المقاومه بحدد قيمتها كام، وايه الوحده بتاعتها ايه؟ شكلها ايه؟ طيب افرض بقى دلوقتي ان انا عايز اعمل حاجه ثانيه، ان انا عايز اجيب بريد بورد كويس، وعايز البريد بورد بتاعتي اوصل شويه توصيلات على الايه؟ على الكيت بتاعتي.
طبعا احنا قلنا بنحرك كلهم على بعض، اروح مكان فاضي وادوس كليك يمين، وايه اروح ناحيه اليمين كده بيتحرك ناحيه اليمين، اروح ناحيه الشمال بيتحرك شمال، اطلع فوق بيتحرك فوق، انزل تحت بيتحرك ايه تحت. تمام. طيب يبقى انا هختار بقى ايه من الحاجات اللي موجوده عندي هنا، اختار كومبوننتس ايه تانية. هنا في ادي كومبوننتس موجوده برضو، ممكن تختار الايه اللي انت عايزه. ده البيزك كومبوننتس، ادي الكومبوننتس ايه بتاعتنا. انا عايز الحقيقه البريد بورد، لان انا عايز اوريكم ازاي انا بستخدم التوصيلات. يعني انا لو جيت البريد بورد دي كده، كل اللي بعمله ان انا بضغط ايه على الحاجه اللي انا عايز اخدها معايا، وايه بقى ايه بفضل دايس وبروح ناحيه الشمال، وبعد كده بسيب ايه الكي، فده بي وايه بيديني الحاجه اللي انا عايزها في الورك بيس بتاعتي او في المكان اللي انا هشتغل عليه. طيب في حاجه بقى مهمه دلوقتي، افرض ان انا عايز اوصل مجموعه من الوايرز من ما بين الاردوينو كيت وما بين الايه البريد بورد بتاعتي. بقف على الحته اللي انا عايز اطلع منها اوصل بيها الواير، وبدوس على بدوس كليك يمين وبطلع لفوق. خد بالك انك طول ما انت بتطلع لفوق هو الخط بيمتد معاك، او الايه اللاين اللي هو ممثل للواير بيمتد معاك. لو دوست كليك هنا بيوقف، تمام؟ لو مشيت ناحيه الشمال هيفضل ماشي معاك زي ما انا ماشي كده، لو دوست كليك يمين تاني هيوقف. لو سحبت لتحت وليكن مثلا البين 5 ده ونور لك اللون الاحمر ده تحت، ودوست كليك تاني يمين كده، يبقى انت وصلت ما بين ايه؟ ما بين المكان ده والايه؟ والبين 5 اللي هو بتاع الديجيتال ايه؟ بينز. طبعا احنا انا بس بوريكم ازاي الحاجه احنا بنعملها، لكن طبعا انت لازم تبقى عارف ان انت عايز توصل الحاجه ايه؟ ازاي ومع ايه. يبقى اذا اللي انت بتعمله انك بتروح للمكان اللي انت عايزه، تطلع منه الواير اللي انت عايزه، تطلع فوق تدوس كليك، تشيل ايدك من على الايه من على الرايت كليك، تفضل ماشي ناحية الشمال. طيب جيت لغاية هنا عايز اقف هنا، ادوس كليك تاني، وبعد كده ادوس تاني على كليك، افضل محتفظ بيه لحد ما انزل تحت ينور الاحمر ده تحت، اسيب بكليك هنا، يبقى ايه وصلت ايه بيه هنا. يبقى التوصيل بتاعنا بيتم على خطوات، بحدد البداية فين، وبعد كده بدوس كليك يمين، بفضل دايس، بفضل ماشي لفوق لحد ما اوصل لنقطة عايز امشي بقى افقيا، يبقى بدوس كليك تاني، وبعد كده ايه بفضل ماشي، وبعد كده بدوس كليك هنا عشان يقف، وايه وادوس وافضل ماشي لغاية ما اوصل ايه لتحت. يا ريت تجربوها وتتاكدوا ان ايه انك بتعرف تعملها بالشكل ده. افرض انك عندك الوايرز اللي انت بتوصلها بالوان مختلفه، الامكانيه برضو موجوده هنا في السيموليتور، انك لو جيت هنا فوق هنا بيديك انواع الواير، وفي نفس الوقت بيديك لون الواير. يعني ممكن لو دوست هنا كلر بقى ريد، يبقى ايه تحول الواير ده الى ايه الى اللون الاحمر. لو انت دوست مثلا هنا بيربل مثلا، تحول للون الايه البيربل. يبقى اذا انا بقدر من هنا اغير نوع الواير، وهنا اقدر اغير ايه فوق على الشمال ايه نوع الايه لون الواير بتاعي. طيب ممكن بقى اوصل اللي انا عايزه، الانواع اللي انا عايزها بالشكل ده. بتختار بقى الحاجه اللي انت عايز تستخدمها. يعني هنا مثلا الالتراسونيك ديستانس سنسور بتاعنا ده، لو دوست كليك يمين كده وجيت هنا وحطيت كده ايه سبته في المكان ده. طيب هنا بقى لو جيت بالماوس على اول واحد، هتلاقيه بيقول لك ان الرجل دي اللي هي بتاعت الايه الجراوند، ولو جيت هنا يقول لك دي بتاعت الباور، وهنا دي بتاعت الايه السيجنال. تمام. طيب
هنا بالنسبة لنا احنا قلنا لو انتوا تتذكروا عندنا كام باور في الاردوينو، كام جراوند، عندنا 3 جراوند، في 2 تحت وفي واحد ايه فوق. يبقى انا هنا لو عايز اوصل الجراوند ده مثلا ودوست كده، وبعد كده عايز امشي من هنا كده، تمام، بدوس تاني وانزل لتحت، انا فاضل دايس، وبعدين بدوس تاني واشيل ايدي، وبعد كده ايه بمشي كده، فين الجراوند بتاعي اهو، واحد من الجراوند دول اهو، بدوس وبعد كده بطلع هنا ايه على الجراوند ده مثلا. يبقى انا وصلت الايه الجراوند بتاعي هنا بالجراوند بتاع الايه الاردوين. نفس الحكاية بقى لو انت عايز توصل الخمسة فولت بتوعك، الخمسة فولت بتوعك ممكن توصلهم ايه بالشكل ده. خلينا نحط كلر تاني، خلينا نكمل الاخر وبعد كده هنحط كلر تاني. ادي هنا اهو، ونكمل هنا واروح لايه اكليك كده، وبعد كده ايه اطلع على 5 فولت. وبعد كده الكلر ده مش عاجبني، هخليه كلر تاني، هخليه مثلا يكون ايه ريد عشان افرق ما بين الايه الجراوند واصل فين مثلا والايه والخمسة فولت واصل فين، وهكذا ايه التوصيل بيتم بالشكل ده. يبقى اذا اللي انا محتاجه دايما احدد ان انا عايز اوصل ايه بايه، وان انا دايما الواير بتاعي يفضل ان انا اخليه بكذا لون عشان اقدر اشوف الكلام ده شغال ازاي، يعني سهل بالنظر ان ابقى عارف ايه اللي متوصل بايه. وبعد كده الجزء اللي فوق ده اللي هو الجزء الخاص بايه بالكود، وبعد كده بتقول له ستارت سيموليشن بايه، بيشتغل الكود بتاعك، ممكن يبقى بلوكس، ممكن يبقى تكست وبلوكس، ممكن يبقى ايه تكست بس. اعتقد كده الامور بالنسبه لنا سهلت، ان انا اقدر بقى الحاجات المختلفه ان انا اقدر ابص عليها. لان هنا لو بصينا بقى على اليمين وانا بختار من كومبوننت، لو خدت الستارت طرز اردوينو، الاردوينو اللي هنا ده شوف كام واحد، انا اعتقد اذا انا متذكر كانوا 15 واحد، 15 دايره مستخدم فيها الاردوينو بتعمل ايه حاجات مختلفه. فسهل جدا بقى ان انا اتعلم ان كل واحده فيهم ابتدي من الاول خالص واشوف كل واحده فيهم، اشوف الكود بتاعها واشوف البلوكس بتاعتها، وبعد كده ايه اتعلم الاكواد واحده واحده، سواء كان بلوك او سواء بلوكس او سواء كانت سي. وبعد كده بعد ما افهم بقى ال 15 دايره دول، ابتدي اعمل بقى الحاجه بتاعتي، الحاجه اللي انا ايه عايز اعملها بقى، زي الروبوتس المختلفه اللي انا ممكن ادور عليها واشوفها واحاول اوصلها بالشكل ده، واحط الاكواد بتاعتي وابتدي استارت السيميليشن واشوف النتيجه هتطلع زي ما انا متخيل ولا لا. ده بقى بيخليني اولا اتعلم بسرعه، نمرة 2 بيخليني ان انا عندي قدره ان انا حتى لو غلط مش هيحصل لا قدر الله دامج او اي حاجه. فبالتالي كل ما انا اتدربت اكتر على موضوع السيموليشن وموضوع التوصيلات اللي فيه، فهتلاقي في النهايه انت كل اللي انت عايزه في الاخر بعد ما تعمل توصيلاتك وتتاكد انك تجيب المكونات وتحطهم قدامك وتوصلهم زي ما انت بتوصله على الايه على السيميليتور على الشاشه، وتبتدي تشتغل وتابلود الايه السكتش بتاعك، وهتلاقيه ان شاء الله ايه اشتغل. السكتش نفسه بقى بيجي هنا عن طريق تقدر تاكسبورت هنا الايه الحاجات اللي خاصه بيه، وتقدر ايه لو انت عايز ان انت تشير اللي انت عملته ده مع ناس تانية، تقدر ايه تشير الحاجه دي برضو مع ايه مع زمايل ليك وتوريهم
الشغل اللي انت عملته، عملت ايه وهكذا. يبقى اذا اللي يهمنا في الموضوع اكتر من حاجه، اول حاجه ان انا بختار من هنا من المنيو دي الكومبوننتس اللي انا عايزها، بدوس هنا فوق اختار اردوينو او كومبوننتس بيزك، وبعد كده بختار الحاجات اللي انا عايزها اوصلها زي ما انا عايز. قلنا ان الوايرز هوصلها بالطريقه ان انا بدوس كليك يمين الاول وبفضل دايس وبعدين بطلع فوق وبعد كده بدوس تاني، فبالتالي هو يبقى عارف ان انا هروح مثلا ناحيه الشمال او اليمين حسب ما بحرك الماوس بقى بتاعي، وبعد كده بدوس كليك يمين تاني فبالتالي هيتوقف ويبقى عارف ان انا ايه هرسم لاين ايه لتحت، وهكذا لحد ما اوصل للنقطه اللي انا عايز اوصل بيها. وقلنا ان الوايرز بتاعتنا الالوان بتاعتها اقدر اغيرها من هنا فوق على الشمال، ونوع الواير نفسه انا اقدر ايه اغيره من هنا، اقدر اشير الحاجه بتاعتي، اقدر اكسبورت، اقدر لو حاجه معموله من الاول اراجع الكود سواء كان كتكس او سواء كان ايه بلوكس او كتكس او ايه بلوكس مع بعض. لو سمحتوا نتدرب على الحاجه دي، واننا نتاكد اننا البلوكس فاهمينها، الاكواد فاهمينها، وان انا بستارت سيميوليشن هنا، لما بستارت السيميوليشن اللون بيتغير للون الاخضر، عشان اقدر اشتغل لازم ادوس على ستوب سيميوليشن اللي هي مكتوبه باللون الايه الاخضر. دي معلومه مهمه بالنسبه لنا، وبتخلينا اننا نقدر ايه نقدر نشتغل على التينكر كاد. التينكر كاد زي ما قلنا مش بس بيشتغل على اردوينو ودوائر الكترونيه، ممكن تصمم بيه حاجات تانية 3 دي برضه، ممكن انت بقى على السايت نفسه تقعد تجرب وتشوف هو قد ايه ممتع جدا. كل الاماكن الدوليه الكبيره اللي بتشتغل على الاردوينو في موضوع السيميوليشن بتشتغل الحقيقه بالتينكر كاد، برضه هيكون بالنسبه لنا ان شاء الله في المعسكرات ان احنا هيكون عندنا سيشن على التينكر كاد بتوسع اكتر بقى، ان احنا ازاي بعد انت ما اتدربت بقى وجاي لنا ان احنا هنقعد نتناقش ان ازاي نصمم بقى ايه روبوت، الروبوت ده نعمل توصيلاته ازاي ونوصلها مع بعض ازاي، الوايرز المختلفة وازاي احط الكود وازاي ابلود الكود وازاي ايه اكسبورت الكلام ده وان انا ايه احطه على الاردوينو بتاعي. النهاردة كان الغرض الرئيسي اننا نحس بالحاجات دي. مهم جدا بقى لما انت تاخد يعني مثلا جيت هنا على الريزيستنس وانا ضغطت عليها هنا، ان انت اي حاجة بتختارها بتدوس عليها بتطلع لك الايه بيانات عنها على اليمين. يعني مثلا الليد ده انا دوست عليه فطلع الكالر جرين، اقدر اغير مثلا الكالر اخليه وايت مثلا، يعني اقدر اخليه بلو فبيتحول ان هو ايه بلو. لو انت دايس في ايه في حته بعيده مش يعني مش بتسوق مش بتشاور على ايتم معين وبتدوس كليك يمين وبتحرك فوق او تحت او يمين او شمال بالماوس، الشكل كله بتقدر ايه تحركه. لو اخترت جزء واحد بس دوست عليه وكليك يمين هو اللي بيتحرك ايه بس فوق وتحت. طبعا انت لو انت عايز حاجه عملتها وعايز تحذفها بتدوس كنترول واكس مع بعض بيحذف الحاجه زي ما انا عملت كده. يبقى اذا كنترول واكس بت ايه بتضيف بتشيل الحاجه، ممكن تعمل هنا ريدو لو عايز ايه ترجع الحاجه تاني. يعني هنا الاندو اللي هي بترجع لك الحاجه ايه تاني، يعني هنا ادي اندو لو عملت اندو تاني يرجع الايه الحاجه اللي انت عملتها. يبقى هنا عندنا في ريدو وفي اندو. اندو اللي هو اخر حاجه عملتها انت عملت فيها غلط مش عايز الحاجه دي تستبعدها خالص كانها مش موجوده بتعمل اندو. ريدو انت عملت حاجه اخر حاجه بت ايه عايز تعيدها تاني بتعمل ريدو. هنا الرمزين اللي هم ايه على الشمال يعمل ريدو وعلى اليمين يعمل ايه السهم اندو. الاندو على الشمال والريدو على ايه على اليمين، وانت لما بتشاور عليه بيبقى كاتب لك كان هنا ريدو اهو
وهنا ايه اندو. وممكن الاندو بتعملها بكنترول وزد زي ما هو كاتب لك هنا، والريدو بتعملها بايه بكنترول واي. وهنا الايه لما انت بتديليت حاجه، يعني مثلا لو انت خدت اخترت الاردوينو كده اللي انت دوست عليها دلوقتي بالكليك يمين وعملت ديليت فوق كده، اللي هي ايه بيحذرني ان انا ايه ان هيحذفها، فبيحذفه ايه بهذا الشكل. يبقى اذا انا اقدر اختار الحاجه يا اما الرمز بتاع الديليشن او الحذف اللي هو فوق على الشمال اللي هو مكتوب ديليت بالابيض وبالاخضر، او ادوس كنترول واكس مع بعض ايه بيحتاج ايه بيتشال الحاجه اللي انا عايزها. لو عملت هنا ريدو لو عملت اندو هيحصل ايه بقى؟ هيرجع لايه الحاجه اللي انا حذفتها. يبقى دائما اندو بيلغي اخر حاجه انا عملتها، والايه ريدو انه بيعيد ايه اخر حاجه انا عملتها. تمام؟ طيب ده الشكل العام للحاجه اللي احنا عايزينها. يبقى انا بختار اذا كان اردوينو يبقى كل الالكترونيك سيركتس هو عاملها مع الاردوينو من تختارها وتختار منها انك ايه تكليك ودراج ايه ناحيه الايه الشمال هي ايه هيجي معاك. خد بالك ان هو ايه ممكن ياخد ايه يعني 1 سكند اور 2 سكند لغايه ما يطلع معاك، عشان ده ايه ويب سايت، يعني لما يبعت الحاجه اللي انت عايز تعملها ويرد عليه، فما تستعجلش ان انت ما طلعلكش حاجه لاول لحظه كده، لا هو ايه هيظهر الايه الحاجه دي. وزي ما قلنا عايز تشغل سيميوليشن بتدوس ستارت سيميوليشن، عايز توقف سيميوليشن نفس ستارت سيميوليشن بيتحول للون الاخضر يبقى مكتوب عليه ايه ستوب سيميوليشن. الكود بتاعك عايز تشوفه ممكن تشوفه باكتر ايه من طريقه، ممكن تشوف الكود بالشكل ده ادي كبلوكس، وممكن الايه الكود بتاعك تبقى ايه تشوفه كتكست مع بلوكس او ايه او تكست بس، يعني هنا تكست بلوكس زائد تكست زي هنا مثلا ادي هو التكست بالسي، او السكتش بتاعك بالايه بالسي، وهنا السكتش بتاعك على شكل ايه بلوكس. وممكن برضو تعمل ايه الكلام ده كله لو دوس على كلمه كود ان الويندو دي كلها ايه تختفي، لو عايز تظهر تاني اهي، ولو انت عايز تشوف البلوكس بس يبقى بتختار ايه بلوكس ايه عندك هنا. يا ريت بقى نتدرب على هذا الموضوع لغايه الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. لو عندكم استفسارات عن موضوع التينكر كاد يا ريت تكتبوها على الصفحه هنرد عليكم ان شاء الله. في الاسبوع القادم هيبقى عندنا لقاء مجمع بقى للشغل اللي احنا عملناه، هنتناقش احنا عملنا ايه، المطلوب في الاختبارات ايه، المطلوب مننا نستعد للاختبار ازاي، عشان ان شاء الله نخش لايه لمرحله بتاعه المعسكرات بتاعتنا اللي هي ان شاء الله هنبتدي بيها بمحافظه اسوان، وبالتدريج كده نغطي بيها كل المحافظات. النهارده الحلقه اقصر من المعتاد لان احنا موضوع السيميوليشن الحقيقه كنا حابين ان هو نشرحه هو لوحده، وننتظر ان انتوا وانتوا بتجربوا ايه المشاكل اللي مقابلاكم فممكن نحلها لكم ازاي. وبعد كده الاسبوع اللي جاي زي ما قلنا هنجمع ايه مجمل المرحله كلها عملنا فيها ايه، نشرح الاختبارات هتتعمل ازاي، وان شاء الله نلتقي بيكم بعد الاختبارات بقى نلتقي بيكم في المعسكرات العمليه ان شاء الله. برضو حاجه مهمه، يعني لو في حد ان هو خلص المرحله الاولى وشايف ان هو عايز يتعلم اكتر، ممكن تبص على فيديوهات الخاصة بالمرحلة الثانية، هي موجودة على صفحة روبوتك على الفيسبوك، فممكن لو أنت عايز تكمل المرحلة اللي بعديها هتلاقي الإيه الفيديوهات ممكن تبص عليها وتتعلم، وإن أنت إيه تكمل. يعني في بعض الناس يقولوا أنا عايز آخد المرحلتين مع بعض عشان إن شاء الله المرحلة المتقدمة لما تيجي مرحلة ثالثة عليها أنا عايز إيه أدخل معاهم. يعني مش شرط على فكرة ان انت تنتظر وتروح المعسكر وبعد ما تخلص المعسكر تشوف المرحلة المتقدمة هيحصل فيها ايه، لان احنا على الصفحة موجود فيديوهات المرحلة المتقدمة والمرحلة الاولى. لو ليك رغبة في انك تزود معلوماتك وانك تشتغل اكتر هتلاقي موجود على الايه
على صفحة روبوتاك على الفيسبوك. لغاية كده احنا لقاءنا النهاردة انتهى. أتمنى لكم كل التقدم، أتمنى لكم السلامة دايما، ونشوفكم على خير إن شاء الله بكرة في اللقاء الخاص بالإتيكيت وآداب التعامل، وإن شاء الله الأسبوع القادم يوم السبت في آخر لقاء في المرحلة الأولى من مشروع روبوتاك، المشروع المجاني المشترك ما بين وزارة الشباب والرياضة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.